بمناسبة سنتين على الأمر المجزرة، لأن ذكر التعريف هذا ذكره نفسه رئيس جمعية القضاة التونسية الحالي أنس حمادي، سموها بالمجزرة القضاة. توني ميديا 24 شهرا بعد إعفاء 57 قاضي، القضاء التونسي مركع ومطوع والقضاة المعزلون متمسكون بإنصافهم، وكتبت حتى عربي 21 وحكوا على ما حصل. باهي سريعا نحكي لنا موضوع هذا القضاة أستاذ بشر. الخلاصة كان نحب نبين أستاذ بشر تو بعد عامين، يعني السيد سعيد هو تعلل قال صحيح عندكم حكم قضاء محكمة إدارية لكن عندكم متابعات جزائية، لكن في العامين هذوما هل نجحت السلطة في إثبات دعواها على القضاة هذوما المعفيين؟ في إثبات دعوى على القضاة كما لم تنجح في إثبات دعوى على النواب، كما لم تنجح في إثبات دعوى على حركة النهضة. أعطيني حاجة نجحت فيها هذه، كذب هذاك كله للانقلاب. أعطيني ما قال أعضاء النواب يخدم 150 نواب، ما عندك سلطة كل جبنة ويخرج بالأسماء وكلنا كيف يجيب لك كذب. ما قال نور الدين البحير يدفع 500 مليار ثروة برا، هزها يا اخوي، خذ صح عليك، حطها بالميزانية وكل الشعب هذوما فلوس نور الدين عطيتها. ما وكانوا الديامونت هذيك اللي في الشاد اللي هربت وعلي العري، ما وكانوا الشيخ اغنى واحد 27 ربي، هزهم يا اخوي، حلال عليك كان يانا نيابة عنا وكل خوذها من الشعب ولا جيبهم للشعب، كذبت جيبهم للشعب. انت تحكي على الاموال منهوبة في عهدك انت الترابلسية رجعت لهم أموالهم في الخارج وبمساعدتك أنت ووزنتك سي بيسيب لك كذب على الشعب. أعطيني شو استنفع الشعب من الانقلاب تاعه؟ أربعة جهلة ومهمش رجال يتكلموا خايسون قيسون أكل مرضى ذوكم النفسانيين اللي ما قابلهم حتى واحد، ولكن كل إنسان واحد. أعطيني رخصتوا البطاطا، رخصتوا الطماطم، جبتوا الروز، ولات الخدمة مطيشة في تونس، في حتى البهابة متاع الحساب تاعكم وليتوا تقولوا نسبة البطالة ارتفعت، انخفضت ونسبة البطالين ارتفعت، البطالة انخفضت والبطالة زادت، راهو معناه وليتوا ضحكة في العالم. اعطيني حاجة توا استنفع منها الشعب، الحاجة الوحيدة اللي توا اعطيتها له بكثافة هو الخوف. لا الخوف وزعت على الشعب نسبة من الخوف كبيرة ياسر، ولكنه الشعب يخاف وسينفجر، ونحن إن شاء الله موجودين للدفاع عليه وباش نعطيه الأفكار ونعطيه الصحيح للنهار باش ينفجر عليه كما صار في الملعب في الصاد. هذاك عينة من الأمن نتاعنا وهذاك عينة من قيس سعيد، ما يقول الشعب والقاعدة هذوك ما أكثرش من الفراش، كي ظهر لي قعدت القاعدة الفراش ياك عطيتهم الضرب يزي بلا كده ياك ضربتهم بالمطرق وقتلتهم وتدزوا فيها. نعم تم اسقاط ذلك الشاب، نشوف الصور استاذ بشر حتى نختم معك في قناة ثلاث دقائق، تم اسقاط ذلك الشاب في حالة فظيعة، تشوف الصور. نعم حتى نختم معك في ثلاث دقائق لك الكلمة الحرة. فهمني ولا ماني كفاك كذبا على الشعب، والشعب رفاق والطبقات الكل والاحزاب صحيح مازال عندهم نسبة من الخوف والوعي باش يرجعوا إلى وفاق كامل ما بين الناس كل، ويتجاوزون ويجيو المشترك يتفاهموا فيه والمختلفين فيه يخليوه على شيرة، وتونس للجميع ولن تكون إلا للجميع. راه واهم باش يخرج السنيين ولا باش يخرج اليسار الضيق، وراه واهم إلا الخونة الوطن هذوكم لا مكان لهم في تونس. ها واسمعوا مني، لا مكان لكم في تونس لأنكم طلعتوا أكبر خونة، خنتوا حتى من المقربين منكم وكبيرة نسمع في هيك المكي. انا عارف شحكي الكذب سريعا اذا كان جاهز هيك لما كنت اعطيه تصريح خط احكي على النواب سريعا اذا كان جاهز. الله ينورك. نعم جاهز. اسمع سي هيك المكي الاستاذ المحامي وخادم في حركه الشعب، نسمعوه سريعا. الله ينورك. سريعا ناخذوها حتى جزء نص، نسمعوا سريعا. يلا. البرلمان السابق كان تحاك فيه المؤامرات، كان مسجد ذرار لا تجوز فيه الصلاه، بمعنى أنه كان هو مركز حكم الإخوان التونس. الإخوان شو عندهم؟ عندهم نسبة متاع لا لا لا، كان هو كانوا مسيطرين ومن خلال تحالفاتهم كانوا مسيطرين. مع شكون؟ مع جماعة أخرين؟ مع قلب تونس، مع ائتلاف الكرامة، طبعا معناها
كانوا مسيطرين على القرار داخل البرلمان يمرون بقوة. نعم. شفنا حتى في موضوع كوفيد. خطر أستاذ هيكل المكي فقط ملخص كلمته يقول راه فيه كان مسيطر على الإخوان وكان البرلمان الحالي يقول فيه مجموعة طيبة بالرغم أن يقول ما عملش حاجة. لكن كلمة دقيقتين ونختم الحلقة لأنه ثم أذن العشاء. هو مجلس رقابة وأنا كذب كل كانوا اللي أحسن مجلس نواب هو مجلس فترة ما بين 2019 بين 21 والنسبة أكثر نسبة بتاع قوانين عملوها وكلهم أنتم عملتوا حتى شيء أنتم عملتوا قوانين الخونة وخرجنا لكم قوانين التطبيع وأكبر مطبعين أنتم حركة الشعب والوسط وهذا ثابت ولا غبار عليه. أتآمروا الإخوان كله أنت يا كذاب يا منافق كله أنت كنت توصيف سياسي نعم في كتلة ديمقراطية انت او غازي الشواشي معاك ما خرجش حتى بيان على ايقاف وما تكلمت حتى كلمه معناها راكم خونه وبيوعه وكذابه وما تجيو حتى شيء. عطيت خصيف سياسي رجاء نعم. الشعب التونسي اي مؤامره حكتها ولا الاخوان تسمي فيها الاخوان لان قومه جي واحد هذوما النهضه حزب اسلامي مدني تونسي وتونسي تونسي زي. شكرا سيد بشر. من الاخوان. وهذوما سيبقون في تونس وما تنجمش انت. شكرا سيد بشر نعتذر لانه اذان عشاء حسب توقيت المحيمه دي تونس جورها. نعتذر سيد بشر استاذ بشر سادة المشاهدين نختم حلقتنا موعدنا بكم ان شاء الله غدوه بدايه الساعه 8:30 مساء بتوقيت تونس بامان الله.